تمكين المرأة، انتوا ايضا بدوركم ترفعون النشاط. طبعا احنا رفعنا شعار بان لانك الحياة تكوني بامان، مثل ما تعرفون المرأة كلش مهم تحافظ على صحتها لأن هي أساس الأسرة، لازم تحافظ على صحتها، ومن ضمن محافظتها على صحتها بأن تقي نفسها من سرطان الثدي. احنا نركز كلش هواية على الكشف المبكر عن سرطان الثدي وباقي السرطانات، لأن كل ما اكتشفه من وقت كل ما هو صغير تكون نسبة الشفاء عالية وتوصل حتى 95%. فلهذا احنا علمنا خلال هذه الندوة علمنا النساء طرق الوقاية وكيفية فحص الفحص الذاتي للثدي. وموجودة عندنا 4 مراكز لفحص الثدي، أمراض الثدي على العموم مو بس السرطان الثدي، وهي مستشفى البصرة النسائية والطفل اللي احنا نسميها مستشفى بن غزوان سابقا، مستشفى البصرة العام، مستشفى الجمهوري تسميها، مستشفى الصدر التعليمي، ومستشفى الموانئ. هذه الورشة تعد إحدى النشاطات الخاصة بمهام القسم في ديوان محافظة الأسرة، حيث أن التوعية المستمرة لنشر الثقافة الصحية للمرأة مهمة جدا للحصول على حياة هادئة وسعيدة، وأن الكشف المبكر للأمراض سوف يكون سوف يقيها بنسبة أكثر. يعني هواي استفادينا من يعني الكشف المبكر عن سرطان الثدي، واللي هي دائما يعني المرأة وخاصة العراقية، لأن احنا متعرضين هواي يعني الحروب اللي صارت عندنا، فيعني أكيد راح أنقلها للنساء بمقر الدائرة مالتنا. احنا في وعي مستمر في